نبدا مع اول حاله تحكيميه طبعا مع محللنا الكابتن جاسم حبيب ابو حمود حكم السابق. اول حاله تحكيميه ابو حمود نشوفها مع الساده المشاهدين وناخذ رايك فيها. هذه الحاله اللي يعني صار فيها ايضا احتجاج عرباوي بانها ركله جزاء. طبعا هي فيها لمسه يد، لكن المشكله ان يعني انا اليوم اقول لك ما فيها ركله جزاء. باكر تصير نفس الحاله حكم ثاني يحسبها راح اقول لك فيها ركله جزاء. هذا الوضع اللي حط الاتحاد الدولي حط الحكام بهالوضع، قال الصلاحيه للحكم انه هو اللي يقرر. فاليوم حكم يحطها بلنتي، اليوم الثاني حكم ما يحطها بلنتي. اقرا لك اياها بالنص موجوده بالقانون ان الحكم هو يحكم على صلاحيه اللعبه. بس فانت لعبها خلال يعني بينهم نصف متر او اقل. لا هذاك اول المسافه، الحين ما في المسافه، الحين نتكلم على التعمد، اذا تعمد ولا ما تعمد، ما فيها تعمد. ثاني شيء حايشه راسه بعدين ايده، هم هذه يعني تحسب حق الحكم ان حايشه الجسم بعدين الايد، فما تحسب. الايد مو مرفوعه بشكل كبير، لو كانت مرفوعه يعني لو تعطونا الكاميرا شباب على اساس ابين لك اياها، اذا الايد كانت مرفوعه بشكل عالي الراس يعني اي نعم. هو شنو القانون يقول لك؟ حركه اليد جزء من حركه الجسم. اذا انت بالثبات واقف وفاتح ايدك وطقت الكره ايدك، هني انت مكبر حجمك جسمك. مكبر جسمك. نعم. بس انت مع الحركه طامر مع الحركه طامر، ما يصير ايدك تكون تحت. صحيح. ما يعني تشريحيا ما يصير. طيب انت هذيلي مو علماء فيزياء الحكام، انت لازم تعطيهم قانون يمشون على القانون. يعني لما انت تقول لي اخر واحد يسوي فاول سحب بالايد تطرده، هو عارفه خلاص، يعرف القانون. الاوت لازم انت تكون مجاب الملعب، انا كحكم عارف. بس لما تعطيني تشريح جسم الانسان يعني الحكام مو كلهم يعني بمستوى علمي. انت يفترض يقول لك اي لمسه يد داخل منطقه الجزاء بلنتي، خلاص انت تنتهي. زين هذه هم مشكله. نفس حركه كاس العالم باجيو اللي اللاعب واقف شاتها بايده، يقول لك انا مو متعمد، هو يشوتها بايدي، شلون تحسبها؟ زين فهم الحين ابي على هالحاله، انت شو تقول؟ بهالحاله رايي انا ما فيها ركله جزاء. وفي حكم اذا لو حاسبها احمد العلي ما يلام، صح؟ لو حاسبها احمد العلي ما يلام، لان في ايد، في كره طاقه الايد، في كره طاقه الايد. لو حاسبها الحين في ناس يقولون ليش ما راح حق الفار؟ هم تكلموا الفار ويا بعض، الفار ويا الحكم اتفقوا ان اللقطه هذه ما فيها شيء. هم عارفين ان يعني قراءه القانون ممكن ما تحتسب، ممكن تحتسب. راح تشوف اسبوع الجاي يعني حسب مزاج الحكم. عزيز راح تشوف اسبوع الجاي حسب احب الفريق ولا ما احب الفريق. لا 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 لا, 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 لا مو هذه. لا لا عزيز لا مو هذه، مو هو قاعد يقول، هو يقول لا لا عزيز عزيز قال كذي اي حسب مزاجي انا كحكم، والله الفريق احبه احسب له بنت. لا 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 عزيز لا عزيز، هو قاعد يقول في حكم يحسبها في حكم ما يحسبها. خذها هو يقول يقدر يحسبها يقدر ما يحسبها. لحظه لحظه، حسب اجتهادي، على حسب قراءته للعبه. ادري ادري شوف القانون شنو يقول لك، يجب ان يحكم الحكام على صلاحيه وضع اليد. الحكم هو اللي يحكم ان الايد يت مع الكره ولا من قبل الكره، ولا كانت اعلى ولا كانت اقل، وحركه الجسم أدري. تشريح الجسم فاهمك انا، لا أنا لا والله فاهمك. القانون عطى صلاحيه حق الحكم، عطى صلاحيه والحكم هني هو يقرر انا احب هالفريق احكم مو على مزاج. لا عزيز مو على مزاجه، على الفريق اللي يحبه. لا على ما اتكلم عن الحاله، على الحاله ابو حمود، على الحاله. احمد العلي اخ عزيز وصديق ويعرف مكانته عندي، يعني انا ما اتكلم عن، انا اتكلم بشكل عام بشكل عام. ازيدك انا بشكل عام، لا لا ابو حسن انا اقول لك هالاسبوع راح تشوف مباريات، باكر راح تشوف بالدوري الانجليزي، بالدوري الاسباني راح تشوف في حكم يحسبها في حكم ما يحسبها. هذا اللي صار الحين. طيب. واحتمال كبير السنه الجايه يتغير هذا الشيء، يمكن يصير مثل ما قال احمد، اي كره بالايد خلاص يلا هند. طيب اي لمسه يد خلاص تنحسب لازم. اوكي مثل ما حسبوها الحين على المهاجم،
لما يقول اذا مباشره من ايده اي صارت يمكن التغير. طيب انت شو تقول بسالم؟ لا مو بلنتي. مو بلنتي انت تقول مو بلنتي. لا مو بلنتي. ابو حسن مع ابو حمود بلنتي. طيب اروح الحاله التحكيميه الثانيه ابو حمود. الحاله التحكيميه الثانيه هنا فاول كان وعطى كرت اصفر هل يستحق كرت الاصفر؟ يعني ما اعتقد فيها كرت اصفر ولا يستحق؟ لا انا اشوف هذه اللقطه هذه ما فيها كرت اصفر في فاول. شوف احنا عزيز خلينا نتكلم عن مباراه اليوم. شفت البارح بالاتصال لما قلت لك اللي قلت لي هذه مدفونه منك قلت لك مو اي فاول ينحسب مو اي احتكاك مو اي فاول الحين نعم. بالقانون الحديث اخر التعليمات لا تحسب وايد فاولات. اليوم احمد طبق بشكل عالمي نعم. قاعد تشوف اليوم اللعب كله ماشي صحيح. الجمهور يصرخون يبون فاول. هي اللعبه صدق ما فيها فاول صحيح. بس تعودوا الناس ان اللاعب اذا طاف واحد والثاني والثالث راح جاب له يطيح انه لازم فيها فاول. فهو طيب. كان يمشي كان قراراته. نروح الحاله التحكيميه الثالثه. يعني شوف ترى دلاله تميز احمد العلي اليوم ترى ما في حالات وايد ابو حمود ما في حالات نعم. وايد ويمكن في حاله او حالتين يمكن نعم. يمكن كان فيهم خطا. هل الحاله هذه هل يستحق كرت اصفر؟ نعم يستحق كرت اصفر صحيح. نعم ابو سالم يستحق ابو حسن؟ والله انا اقول ما يستحق لا فيها دم فيها ركل. انت شايفها عزيز؟ ما يستحق. شوف بس تدري شنو المميز ابو محمد؟ شوفها بعيد عن الكره. شوف هني راحت الكره. هذا الركل هذا اللي ياخذ فيها تعمد هذا. روح الحاله اللي بعدها. بس ما شاء الله تبارك الله احمد العلي دائما قريب عند الحاله. صحيح احمد يتميز بلياقه عاليه يتميز بقراءته للخطا وما ادري ليش يعني كانوا بعدين وايد نعم. اليوم الحين نعم. راد وما شاء الله محمد من احسن الحكام صحيح. اللي المفروض ما تطلبون حكام اجانب حتى اعرف في هذا الديربي سوية. هذا صحيح. الديربي صحيح. وهو حكمه وهو مرتاح. طيب ايش رايك بهالحاله ابو حمود؟ انذار صحيح هذه ما ارتقت بقوتها الى مثلا بوكس قوي او اهانه او اذا على الوجه او شيء. لا هذه يعني انذار لسوء السلوك بس. طيب ابو سالم انذار كافي؟ انذار كافي. انذار ابو حسن؟ نعم انذار. ابو موسى انذار. طيب الحاله اللي بعدها ايش رايك بهالحاله ابو انا برايي بهالحاله كان المفروض يكتفي فقط بالفاول يعني ما تستحق الانذار لان هذه لعبه عاديه كره قدم يعني في التحامات قويه بين اللاعبين واتجاه اللاعب كان لخارج الملعب يعني للاوت مجاب الاوت. يمكن محمود دخول سلطان عنيف شوي في عنف يعني مع هذا شوي. لا مو هذا العنف هذه كرة قدم. انت في وايد فاولات ما حسبتها بالمباراة نفس اللقطة هذه في فاولات في دعس على القدم ما حسبته فانت يعني هذه الكرة شنو خطورتها؟ ما في خطورة رايح صوب الاوت يعني كان المفروض احمد يتأنى بالانذار بهاللقطه. انت ايش رايك مسار؟ لا ما في انذار. ما في انذار. ابو حسن؟ لا ما في. ابو موسى؟ انا ابو حمود. ما في انذار. طيب نروح الحاله اللي بعدها. الحاله التحكيميه الاخيره. اي هذه. هذه اللقطه اللي انا اقول عنها، شوف مشت اللقطه مشت. الحكم ما حسب حتى فاول، لكن شوف الدعس على قدم مهاجم العربي. هذه كان المفروض فيها فاول وانذار على اللاعب سلطان صلبوه. احنا هذا هني ابو حمود اللي نستغرب منه، الفار وينه؟ يعني احنا هذه نفس الحاله في اعتقد قبل مده يعني هالحاله في الدوري الاسباني اعتقد او الدوري الانجليزي وصارت اللعبه مشيت وصارت هجمه ورد الفار كلم الحكم ورد عطى اللاعب انذار نفس اللعبه. لا احمد ما اتفق وياك بهذه لان الفار يتدخل باربع شغلات بس. ايه. يتدخل بهدف يتدخل بهدف او غير هدف ركله جزاء الهويه اللاعبين والطرد. هذا ما شافه بعيده ممكن يقول للفار تعال ارجع. لا هذا انذار كان وحتى ما يتدخل بالانذار الثاني الفار بس ما يتدخل بالانذار بس هذه لما يصير طق قوي اسف لما يصير طق قوي متعمد ينادون الفار تعال هذه الحاله قد تحتاج الى كرت احمر مو اصفر. صح اي اذا طرد يعني اذا طرد
بس هذه ما في ما يعني ما فيها طب. شوف في شغله ثانيه يا عزيز، هذه فيها انذار ما فيها طب. عند انذار ما ينحسب الانذار الثاني، ما البروتوكول ان الطرد المباشر مو على الانذار الثاني. طيب في شغله اسمها الوقايه عزيز، يعني انت مثلا الحين انت بترفع الكره كورنر، اللاعب حط الكره برا، انت ما يصير تبلغ الحكم، بس الحين في يسمح لك انت تبلغ الحكم ترى الكره برا، انت بتلعب اوت مثلا، انت داخل الملعب يبلغ الحكم، يعني في اشياء اسمها نعم. وقايه تفيد التحكيم بالمباراه نفسها، تحمي الحكم. طيب فتحميه احسن له. نعم. بهذه يسولفون.